السلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين؟ طبعا يا شباب انا بوريكم. طبعا اشتريت سيارة جديدة ما شاء الله تبارك الله، واخيرا اشتريت سيارة جديدة. طبعا السيارة زي ما انتم شايفين هونداي، اسم السيارة كريتا. ودي انزل اطلع برا، بس اني حاشر نفسي هنا عند الجدار وقلت خليني اصور السيارة وانزل لكم مقطع. اكتب في يوتيوب هونداي كريتا تطلع لك شكلها. طبعا انا اقول لكم مواصفاتها. طبعا السيارة 2022 وفئة الستاندر، تمام؟ يعني فئة ستاندر وفيها مواصفات حقت النص فل او الفل كامل. طبعا الشاشة تحكم في الدركسون كامل، مسجل الاتصال في هنا، اشياء ما اعرف ايش فائدتها الصراحة. انا اعرف انه حقت مساحات بس الباقي ما اعرف ايش هو. هنا عندي الانوار، الكشاف، حتى في زر اللي هي اللمبة الحمراء اللي تطلع الضباب من ورا، عرفتوها؟ وفي مساحة خلفية. طبعا هنا في شاشة الكترونية، شوفوا كيف اغير، نسيت، ما ادري كيف تتغير، اتوقع انها من هنا. ايوه شوف، في تحكم من هنا، انا اخليه دائما على الكيلو هذا اللي هنا، تمام. ايش في كمان؟ طبعا هذا شكل الجير. هنا في شاحن يو اس بي، وفي شاحن يو، وهنا في شاحن كمان. هذا اللي عندي يو اس بي اغاني. هنا في مدخل ولاعه، في اكواب، هنا تكايه جلنت زي كذا شكله. الزرير توماتيك، التحكم بالمرايات توماتيك. طبعا في ورا المرايات في لمبة إشارة، شو عشان لا تقولوا إني أنا كذاب. أتوقع إنها طلعت صح. طبعا السيارة تيجي لونين على حسب اللون اللي بتاخذه أنت. أنا لون السيارة عندي أحمر، فجاي عندي أسود وأبيض اللون الداخلية. طبعا هذا ما هو جلد، هو شوفته زي الجلد، شوف هنا كيف كأنه مخيط، بس هو بلاستيك، عرفتوا؟ بس مقاعد قماش. طب ايش الفرق بين الفل والستاندر؟ اتوقع تيجي، انا ما ادري ايش الاشياء اللي تيجي، بس اتوقع انه حيجي مقاعد جلد، بيبان هذا اللي هنا جلد. في كاميرا خلفية ترى، ها شوفوا عشق الريوس، شو اشتغلت كاميرا خلفية ستاندر، حساسات فيه كل حاجة. يعني صراحة السيارة مرة بطلة. يعني ايش فرقت بين الستاندر والفول والنص فول؟ اتوقع بس مقاعد جلد، ممكن حساسات 360 درجة، ممكن جنوط اكبر، ممكن فتح السقف، اشياء صراحة ما هي لازمة. الباقي يعني في مواصفات كثيرة. شوف في كمان في هذا التراكشن، شفتوا؟ شوف مكانه فين. بس سيارة مرة حلوة، شوفوا من ورا كيف فيها تكاية في النص، في مساحة للشنطة ورا، مساحة كبيرة ترى. لمبة في السقف، مسكات. هنا ما في مراية للأسف، أتمنيت إنه كان في مراية هنا بس ما في مراية. حاملة نظارة، لمبة، هنا في مراية. والله الصراحة سيارة مرة حلوة. طبعا أنا ماخذ الأقساط. بتقول لي كم السعر؟ طيب والله السعر يختلف من معرض لمعرض ومن صالة لصالة. روح انت اقرب معرض عندكم واسأل بكم، ما يحتاج انا اقول لك السعر. يا الله، مع السلامة. والله شايشة حوتين.